بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للانفلونزا فيروس زي ما قلنا، احنا قلنا هنركز على السيزونال انفلونزا اللي احنا اتكلمنا عليها، وعلى البانديميك فيزس، ودي مهمه جدا لان البانديميك فيزس اللي اتكلمنا عليها دي تنطبق على كل انواع الانفلونزا فيروس سواء افيان انفلونزا او سيزونال انفلونزا، وبتنطبق برضو على الكورونا على اساس ان هي والسارس والميرس على اساس ان هم مشابهين للانفلونزا وكلهم ريسبيراتوري او دروبلت او ايربورن انفكشن. نيجي لافيان انفلونزا، ومن اسمها افيان معناها انفلونزا الطيور، يعني مصدرها الطيور. في عندنا كذا نوع، لكن اشهرهم اللي احنا هنركز عليه اللي هو في مصر اللي هو H5N1، ان هو متوطن، لكن الحمد لله خلال السنتين الاخر لم تسجل حالات، وهنشوف بعد كده في العرض اللي هنتكلم عليه. من خلال الديفينيشن، يعني ايه الديفينيشن بتاع المرض؟ تعريف، خلينا نركز في الديفينيشن. هنا تيز كونتاجيوس ديزيز اوف انيمال، بينما التاني كان بتاع الهيومن. ده كوزد باي فيروسز ذات نورمال انفكت اونلي بيرد، طيور اساسا، اند ليست كومنلي بيك والخنازير. بات اون ريد اوكيجن، في بعض الحالات النادره، كروس السبيشيز بارير تو انفكت الهيومن، والسيمتومز رينجينج فروم سيمبل تو فيتال. يعني ممكن اعراض تبقى سيمبل وممكن تبقى فيتال. ال H5N1 ده هايلي باثوجينيك فيروس، يعني بيعمل مرض خطير وسيفير في الهيومن، وده اكتشف خطورة هذا المرض في سنة 97 في هونج كونج، لما أصاب عدة حالات أو عدة أشخاص وأدى إلى وفاة جزء منهم. مصر من ضمن الفيو كانتريز اللي هي ريبورتد كيسز لهذا المرض، وكان منتشر جدا في الطيور في السنوات السابقة. المشكلة في هذا المرض مش بس على الهيومن، لكن على الطيور، ان هو بيعمل خسارة اقتصادية كبيرة جدا، بيموت ملايين الطيور. لو الفيروس داخل في مزرعة، في خلال من 24 ل 48 ساعة كل المزرعة الطيور اللي فيها بتموت. كمان بالإضافة ان كإجراء وقائي، فكل الكوميونيتيز بتقوم بتعمل كالينج للطيور، عشان لو ظهر في مزرعة لازم بتدمر أو بتقتل كل الطيور بتاع المزرعة، وبتعمل كده زي حزام أمان حوالين المزرعة بكيلو أو بأكتر، برضو بتدمر وتموت كل الطيور اللي موجودة فيها، وتعمل حجر انتقال وحاجات زي كده عشان تمنع انتشار المرض، عشان ما يصيبش الإنسان. في عندنا حوالي 15 قطر سجلوا حالات المرض، تقريبا الحالات ما تعدتش 1000 لغاية دلوقتي، وعندنا لكن الوفيات للأسف بتبقى حوالي 60% أو أكتر. دي الدول اللي هي من سنة 13 فيما بعد اللي هي متسجل فيها حالات لغاية دلوقتي. عندنا مصر وبنجلاديش، كمبوديا، اندونيسيا، فيتنام، وتشاين. ده اللي هو الإنديميك كيرف بتاع المرض، وطبعا الأصفر ده اللي هو مصر، فمصر لها اشتراك كبير في الحالات في خلال من سنة 2006 لغاية سنة 2017 تقريبا، ودي الحالات لغاية 2019. الحمد لله في 18 و19 ما حصلش حالات، و17 حصل 3 حالات بس، واحدة ماتت. وإن كانت مصر أكتر دولة سجلت حالات على مستوى العالم لغاية دلوقتي، حوالي 359، ولكن الوفيات الحمد لله كان حوالي 30%، أقل بكثير من الوفيات في الأكتر الأخرى اللي هي بتوصل أحيانا 60%. كوست اوف ايجنت هاي ريفيرولنت انفلونزا فيروس اللي هو ال H5N1، وده نيو سب تايبس من الاي فيروس من الفاميلي اورسافيكس فيريدي. ده عنده الاحتماليه او البوتنشاليتي ان هو يعمل لنا ايبيديميك او بانديميك في المستقبل. نيجي للريزرفوار او مخزن العدوى، مايجراتوري بيرد اللي هو تايب ايه زي ما قلنا قبل كده في الفيروسات، موجود في الماملز اللي هو تايب برضو ايه، البيج والوالز والسيل والفرت والكات والتايجر والدوك. في الدوميستيك انيمال، هي دي المشكله،
إنه موجود في الطيور، وده الخطر، وعشان كده هو موجود معانا وموجود في كتير من الدول لأنه هو موجود في الطيور. فترة ال incubation period دي بتبقى أكبر من seasonal influenza. لو قلنا في seasonal influenza هناك ممكن يومين من 1 لـ 4، لكن هنا 7 أيام الأفريج، ومن 2 لـ 8 أيام، وممكن توصل إلى 17 يوم، لكن هنا اعتبروها للسيرفيلانس أسبوع أو 8 أيام. طيب إزاي المرض بينتقل؟ most human infection بتحصل through direct contact مع الانفكتد بيرد. يبقى هنا المصدر ايه؟ البيرد. يبقى الكونتاكت مع البيرد او مع السيرفيسز اللي هي كونتامينيتد بالاكسكريشن من الانفكتد بيرد ده ممكن تنقل العدوى. الانفكشن اوكير ثرو انهاليشن باي دروبلت. يبقى دروبلت في المكان اللي فيه العدوى، زي مثلا المزرعه، او اذا كان مثلا الناس اللي هم ات ريسك زي اللي هم بيعملوا سلاترينج او بيعملوا بوتشرينج او ديفيزرينج او هاندرينج اندر كوكت بيرد، دول ات انجريس ريسك. هم بيذبحوا الطيور، بينضفوا الطيور، بيقطعوا الطيور. سسبتبيليتي دي بتحصل في كل الايج لان احنا ما عندناش اميونيتي ليه، سواء ناتشرال او باي فاكسي. الديوريشن اوف بروتكشن ما فيش حاجه محدده اب تيل ناو. البيريد اوف كونكتيفيتي فور هاو لونج الشخص المصاب ان المرض قيل ان هو 3 أسابيع، وبالنسبه للاميون كومبرومايز ده هيبقى اكتر. طيب الريسك فاكتور للهيومن انفكشن يبقى اكيد الاختلاط بمصادر العدوى. يبقى البرايمري ريسك اللي هو انفكشن فور هيومن انفكشن يبقى دايركت او اندايركت اكسبوجر للانفكتد ليف او ديد بيرد او بولتري، أو contaminated environment زي الـ live bird market أو مزارع الطيور. clinical manifestation ده بيتميز المرض بأن فيه fever 38، sore throat و cough و difficult or labor breathing. مشكلة هذا المرض أن يبقى فيه سخونة عالية و sore throat زي الإنفلونزا العادية، لكن بيحصل difficult breathing sudden وبيحصل deterioration. ممكن يبقى فيه جي اي تي، لكن هي مشكلته في ال رابيد بروجريسيف وديفيكالت بريزنج ونمونيا، وبالتالي بيحتاج فنتليتور. ممكن يبقى فيه جي اي تي مانيفستيشن زي ما قلنا، زي داريا، فوميتنج، ابدومينال بين، وبليدنج من النوز او الجم. كومبليكيشن هايبوكسيا نتيجه بروجريسيف نمونيا وربيد ديتيريشن في الريسبيراتوري احسن لها هايبوكس او ريسبيراتوري فيلير. مالتيبل اورجن فيلير وده غالبا نتيجه لايه؟ نتيجه الهايبوكسيا او نتيجه للاوتو اميون والسيتوكاينز اللي بتطلع مع الانفكشن، سكند بكتيريال انفكشن او فانجل انفكشن. طيب عشان اقول ان ده افيان انفلونزا مش في اي مكان اقول الكلام ده، يبقى لازم في عند كلينيكال مانيفستيشن يس، وفي ابيديميولوجيكال لينك. يعني في بلد زي مصر استثمار متوطن يس، لو حصل لي عندها اعراض زي الانفلونزا ممكن اقول انها ممكن تكون انفلونزا عاديه او انفلونزا الافيان او ممكن كورونا. بينما لو في بلاد ما فيش فيها الافيان انفلونزا متوطن مش هقدر اقول، لكن ممكن اقول سيزونال او كورونا مثلا فور اكزامبل او اذر ريسبيرتوري. عشان كده يبقى عندي لازم كلينيكال لازم في ايفيدنس اوف ابيديميولوجيكال لينك ان هو كان جاي مثلا من بلد فيها المرض، واكد ذلك باللاب انفستيجيشن. طيب ايه اللاب انفستيجيشن كونفيرماتوري؟ في عندنا الريال تايم بي سي ار، ده رابيد تيستنج ميثود عشان تكشف لنا الديتكشن بتاع الانتيجين، او ايزوليشن للفيروس من النيزل سيكريشن في كلشر، بس دي عايزه باي سيفتي ليفل بالنسبه للمختبر، وعايزه امكانيات للكلشر، أو detection في التيشو using immunofluorescence أو enzyme linked immunosorbent assay. طيب هاخد العينة منين؟ من upper respiratory، أو لو في مثلا حصل له lower respiratory infection وفي maneuver invasive ممكن أخد من lower، لأن الفيروس بعد كده بينزل في lower part بتاع respiratory tract.
يبقى السبيسمن كوليكشن يبقى ثروتي سواب او نيزل سواب او نيزوفرينجال سواب. ممكن نجمع من الثلاث اماكن دول ونحط في الترانسبورت ميديا. other specimen في عندنا posterior pharyngeal swab او acute convalescent serum. اخد عينه دلوقتي وبعد اسبوع اشوف عينه تانية، واذا كان في rising تتر بده دليل على ان في infection. طيب عشان نتكلم طبعا على اعراض كتير وكلام ده، ان هو شابه في الانفلونزا في كتير، الانفلونزا العاديه في كتير، لكن هنا من البريفنشن والكنترول. طيب انا عندي مشكله هنا ايه؟ انا كان عندي في السيزونال انفلونزا الهيومن بس، ما عنديش حاجات تانية تهمني الا الهيومن. هنا الهيومن والبيرد، يبقى الهيومن ايه اللي هعمله له والهيومن والبيرد ايه اللي هعمله. اهم حاجه ان الهيومن والبيرد ما يجوش جنب بعض عشان ما يحصلش ان الفيروسين يتقابلوا في الهيومن او في البيرد فور اكزامبل، او مثلا يكون في عائل في الوسط كده زي البيج ياخد الفيروس من الاثنين ويعمل لنا ري اسورتمنت ويطلع لي نوع جديد، تبقى كارثه يعني هو يعمل لنا بانديميك. ففي الهيومن هنقلل السيركيليشن بتاع الهيومن انفلونزا فيروس ازاي؟ يبقى الهايجينيك ميجر اللي احنا اتكلمنا عليها، كاف اتيكيت والووش. الرقم 2 فاكسينيشن سيزونال انفلونزا، مهم جدا لان لما باخد لقاح ضد السيزونال انفلونزا ما عنديش فرصه ان انا ادي السيزونال فيروس للبيرد او للبيج عشان يعمل لي الري اسورتمنت لما يجتمع الفيروسين فيه. او لو انا اتعرضت للافيان انفلونزا، ما خد لو خدت الفيروس على الافيان مش هيبقى عندي سيزونال، فبالتالي مش هعرف اعمل اللي هو الانتيجينيك شيفت او الاويرنس هيلث اديوكيشن. طيب بالنسبه للبيرد عايز اقلل برضو السيركيليشن بتاع الافيان انفلونزا في البيرد، يبقى ايرلي ديتكشن ده مهم جدا عشان نعمل كالنج للمزرعه ونعمل اغلاق ليها ونعمل منع انتقال الطيور. رقم 2 اللي هو الايزوليشن اللي هو العزل بتاع المزارع. رقم 3 اللي هو الفاكسينيشن، ودلوقتي في فاكسين للطيور واظن مصر طبقت هذا الفاكسين من قبل. طيب ايه البريفنتيف ميجر بقى؟ في عندنا جنرال وسبيسيفيك زي ما قلنا قبل كده. جنرال تجنب تاتش ليف بيرد او بولتري اور زير دروبنج. لو انت في كونتاكت مع ليف بيرد او بولتري لازم تغسل ايدك بسرعه بليكويد سوب اند ووتر، او اذا كانش فيه ليكويد عادي بالصابون العادي. استخدم الابروبريت بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت وبروبر تريننج ريكومندد فور هاي ريسك جروب للاكسبوجر للانفكتد بيرد. لازم تطبخ كويس قوي الدجاج والاج ثرلي بيفور ايتنج. الدجاج لازم لو هتعمله مسلوق يبقى لازم من درجة الغليان على الأقل 5 دقايق. لو هتعمله أومليت لازم مفيش رانينج ماتيريال فوق وتحت ويتقلب على الوشين. بالنسبة للبولتري لازم ينطبخ كويس عشان لما هتأكد زي ما ينطبخ كويس. لو أنا في مطعم أو في هوتيل أو في مطبخ بيسوي للناس، في عندهم ترمومترات بيشوفوا إذا كانت الحرارة في الكور وصلت 70 يبقى خلاص ده نضج والفيروس مات. هنا انا بشوف مثلا بقطع اللحمه حته لحمه جزئين كده واشوف اذا كان في ريد كلر معناها لسه ما نضجتش، وكذلك برضو الدجاج بقطع عند المفصل لو في ريد كلر معناها ان هي ما نضجتش، لكن لو ما فيش الكلام ده معناها انها نضجت والحراره كافيه لقتل الفيروس. هيلث بروموشن اللي هو تعزيز الصحه من خلال جود سليب، خلال ريجولار اكسرسايز، اديكوت ريست، reduce stress، avoid smoking. لازم يبقى فيه balanced diet وبالذات rich في الفيجيتابل والفروتس. لو انت عندك فلو سيمتوم يبقى consult الدكتور وتستخدم الماسك عشان ما توزعش الميكروب على الناس. لو انت عندك fever respiratory symptom after returning from a country ان في حالات لازم على طول تستشير الجهات الصحيه. لازم يبقى فيه تنسيق وتعاون ما بين الصحه و إدارة السرعة الحيوانية. الريسبيراتوري اتيكيت دي اتكلمنا عليها قبل كده في السيزونال انفلونزا، والترافلرز والريزيدنسي في الانديميك اريا. هنا مهمة أوي لازم هنسترس، احنا شرحناها قبل كده ونسترس على تاني، يبقى تجنب الكونتاكت مع الليف انيمال ماركت أو البولتري فارم أو اني فري رانجينج أور كيجد بولتري. 2 افويد كونتاكت مع ديد مايجراتوري بيرد
أو wild bird showing signs of the disease. 3- تجنب direct contact مع infected poultry أو services أو subject contaminated. 4- contact the health provider or national authority for supplementary information. 5- hand hygiene زي ما قلنا بالماء والصابون أو بالالكوهول بيست إذا كانتش متسخة. طيب الـ specific prevention يبقى immunization في activated HPV يعني أنه موجود والبعض الشركات بتصنعه لكن ما بتصنعوش على نطاق واسع عشان محدش بيشتريه وبيسحبه. في بعض الدول خزنته عشان لو حصل اوت بريك او بانديميك، لكن هو حاليا مش متاح. طيب الحل، الناس اللي هم ات ريسك ان هم ياخدوا السيزونال فلو فاكسين، يبقى السيزونال فلو يتاخد من كل الناس ليه؟ هيحميني من السيزونال، وبالتالي وفي نفس الوقت هيقلل احتمالات اللي هو الانتي اللي هو الانتيجينيك شيفت لو انا خدت السيزونال مع الافيان فاكسين. كيموفلاكسس نفس الحكايه زي السيزونال فاكسين، بس هنا الكيموفلاكسس لكل الناس المعرضين لخطر الاصابه بالافيان. الكنترول ميجر لو حصل اصابه لازم يبلغ على طول السلطات الصحيه ويحجز، ويا ريت يكون في نيجاتيف بريشر روم. اذا كانش متاح يبقى في سبيشال سينجل روم ولها يا ريت دورة ماء منفصلة ولها في سبيشال كير لو وكلها حاجات زي كده. كونكرنت وترمينال ديزانفكشن لازم نشوف انفستيجيت الكونتاكت ونشوف مصدر العدوى، الشخص ده جاب العدوى منين بالذات اذا كان البلد او المكان ما فيش فيها افيان انفلونزا. نون سبيسيفيك تريتمنت يبقى ريست ان بيد، سيمتوماتيك تريتمنت انتيبيوتيك لو في سكندري بكتيريال انفكشن. السبيسيفيك تريتمنت ده لازم لكل الناس اللي عندهم اعراض سواء مايلد مودريت سيفير سيلتاميفير بنفس الجرعات في سيزونال انفلونزا لمده 5 ايام قابله للزياده او لمضاعفه الجرعه. زينامافير نفس الحكايه وبنفس الايج، والبريمافير نفس الحكايه زي سيزونال انفلونزا، ودي المقارنه اللي قلناها قبل كده. طيب هل في الهيومن بوتنشال ان يحصل لنا بانديميك؟ يس، يحصل بانديميك البوتنشاليتي لو حصل جينيتيك اسورتمنت او دات ميتيشن يبقى فيروس جديد، وبالتالي لو الفيروس جديد موجود وعنده الابيليتي انه يعمل لنا مالتيبلاي ويعمل لنا ديسيز في الهيومن وعنده الابيليتي انه ينتقل فروم هيومن تو هيومن يعمل لنا بانديميك، ودي الشروط بتاعها اللي اتكلمنا عليها قبل كده برضو في سيزونال انفلونزا. نون ميديكال بروسيدور ان ابيديميك وبانديميك ده نفس الحكايه اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وده ممكن يحصل زي ما حصل في كورونا حاليا. هنقفل المدارس، هنعمل منع التجمعات ومنع الصلوات، هنعمل منع الترافلنج والانسيسري موفمنت، كارانتين للبيشنت لمده 7 ايام، البيشنت كونتاكت سوري هم المخالطين دي الانكيبيشن بيريود. نيجي ده الافيان اتش 5 ان 9 الافيان اتش 7 ان 9 ده لو باثوجينيك ولو كيس فيتاليتي، ترانسميتد كونتاكت بارت باي بولتري والليف ماركت، مفيش هيومن تو هيومن ترانسميشن. Reported human cases من contact مع بيرد، ده كان الكلام اللي هو قبل كده، لكن في 2013 اللي الصين قالت ان هي ريبورتد حالات في الهيومن، في عندهم حوالي تقريبا 1500 حاله ريبورتد في الهيومن ومين ديسز، فناخد بالنا لان ممكن يبقى احيانا الفيرولنس بتاعه مش عالي بعد كده بيتغير الفيرولنس، وده اللي حصل مع الاتش 5 ان 1 ان هو كان موجود قبل كده في البيرد وبعد كده اتغير وبقى هايلي فيرولنت. ايفن انفلونزا ريسك فاكتور، البرايمري ريسك فاكتور طبعا لو دايركت كونتاكت للبيرد او الديد بيرد، كونتامينيتد انفايرمنت ريسك فاكتور، السترينج ديفيزرينج والهاندلنج انفلونزا في اذر انيمال اوريجين، في عندنا H1N1 ودي خلاص دي بقت كانت سوين وبقت بانديميك خلاص ما عادش فيها مشكلة اتحطت في سيزون انفلونزا. في عندنا H7N7 والA3N2 ده لو باثوجينيك والمانيفستيشن سيميلر للانفلونزا، والسوين انفلونزا فيروس ريبورتد في بعض الهيومن نتيجة للكلوز بروكسيميتي مع انفكتد بيج والفيزيتنج لوكيشن اللي البيج موجود فيها، بيعمل لها كونجنكتيفيتس جاسترونترايتس انكيفالايتس اند انكيفالوبسي. شكرا لكم.